ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في فقره انا سعيد جدا جدا اني بقدمها النهارده. قاعد قدام يعني قامه واحد من اساتذه التمثيل وهو الفنان الكبير طارق الدسوقي، اكيد منورنا. ومعانا كمان الفنان الشاب ابنه احمد الدسوقي، كمان اللي متابع تيك توك اكيد عارف احمد بيغني وان شاء الله هيمثل، عامل حاجات كتير. صح نرمين؟ طبعا النهارده حوار خاص جدا، فن، عائله، حياه، اجتماع، هنتكلم بقى في كل حاجه. وانا برحب بحضراتكم مره تانية، وبجد انا سعيده. انا من امبارح لما عرفت يعني، او من يومين لما عرفت ان حضرتك هتنورنا انت واحمد، بجد انا كنت مبسوطه ان زي ما عمرو كده قال قيمه وقامه ان احنا قاعدين قدام حضرتك. بجد اكيد انا بشكرك جدا جدا، وطبعا سعيد بوجودي مع عمرو ومع نرمين ومعاكم في البرنامج اللطيف الجميل ده اللي بيدي يعني جرعه ايه تفاؤل وحيويه ونشاط، وفي اكل انا سامع كمان. احنا لازم نعزم حضرتك تانية بقى مره تانية، تبقى معانا بقى في فقره المطبخ، اعمل لك الاكله اللي انت تحبها. هو بيني وبينك انا كنت جاي عشان فقره المطبخ، انا كنت جاي على فكره يا جماعه، احنا ما كناش نعرف كده. وبعدين عرفت ان انا في فقره تانية، فده برضه عمل لي احباط شويه، بس مش مشكله. لا احبط لي، احنا نتمنى ان حضرتك تزورنا كتير ونعمل لك الاكل اللي انت تحبه. يسعدني ويشرفني ان شاء الله. ربنا يخليك احمد. انا يعني انت طبعا صاحبي، احنا مش همثل، احنا اصحاب انا واحمد. فبشوف الفيديوز بتاعتكم الصراحه بحبها جدا، وبالذات لان انا كمان علاقتي بوالدي قريبه جدا زيكم، فالحاله دي الناس حابينها جدا ومتفاعلين معاها جدا. احكي لنا عن اول فيديو عملتوه سوا الناس حبوه بقى. هي الفكره في قبل الفيديو بقى ان انا اقنع بابا ان احنا نعمل فيديو مع بعض، دي كانت حاجه شبه مستحيله. احكي لنا على الكواليس دي. هو وقت الكورونا كان التيك توك، كلنا بنعمل تيك توك، كنا زهقانين، فانا كان نفسي اعمل تيك توك مع بابا، ف نعمل تيك توك. قال لي لا طبعا امشي من هنا، تيك توك ايه، مش هعمل الكلام ده ومش هينفع وكده. طب هنعمل واحد مش هننزله، هنعمل فيديو مش هننزله. شويه شويه اقنعته، وبعد كده عملنا الفيديو ونزلته من غير ما اقول له. بعد كده لما جاب فيوز والناس عجبها بقت الكومنتس طبعا هزقني انا نزلت الفيديو. بس لما شاف الكومنتس بتاعت الناس، لا يعني اتبسط انه الناس. انت عملت اعاده اكتشاف للفنان طارق الدسوقي مره ثانيه. لا لا مش الكلام ده. بص ده كده هيتضرب في البيت، انت لبستيه على فكره. ده يعني سميها عمليه سطو او اختطاف، هو واخته. والله بتكلم بجد مش بهزر، عارف اللي كتفوني يعني كده بالعكس. طب ايه الحاجه؟ طب هنعمله بس مش هنزله. يا جماعه ماليش في التيك توك والكلام ده، انا الحاجه أيوة دي ايه الكلام الفاضي ده؟ ده انا تخصص النكد في الدراما. فيعني ما ينفعش، احنا بنهزر مع بعض عشان خاطرنا. فعملت معاهم التيك توك ده وفوجئت بانهم نزلوه، بس الحمد لله ان لقيت الافات الكومنتات ما فيهمش ولا كومنت سلبي، وحمدت ربنا طبعا. وعلى فكره انا مش ضد الفكره، يعني انا فكره التيك توك لطيفه جدا وكده، بس لما يبقى المحتوى فعلا لطيف ومش خارج عن المألوف ولا عن اطار العادات والقيم والتقاليد بتاعتنا، لان انتوا بتشوفوا اكيد حاجات فيها هرتله وحاجات فيها صعبه جدا، حاجات خارجه عن القانون فعلا. لا الناس كده كده بتحب حضرتك، فاكيد مفيش كومنتات سلبيه. ولاد حضرتك ما شاء الله يشرفوا، هم كمان لما هم بيضغطوا عليك عشان تطلع معاهم اكيد فخورين بيك، فعايزين يعملوا ده معاك عشان يوروا الناس قد ايه انت باباهم هم فخورين جدا بيك. والله انا كمان فخور بيهم جدا يعني، وده بجد والله مش كلام كاميرا. هم يستحقوا ده فعلا يعني. والله ده بجد يعني يا جماعه الابهات ارجوكوا اتعلموا، لان في ابهات كتير مش بتدي دفعه الثقه اللي هم فخورين بيهم ان هم بيدعموهم دي. بيفتكروا ان ده احنا شويه كشعب عربي بنتكسف نبين مشاعرنا. فبحي حضرتك طبعا ان انت دايما بتدعم، بس مش على طول. خلينا نقول مش على طول، هو باين مشاعره قوي يعني، هو من ناحيه المشاعر بيبين المشاعر قوي، الايجابيه والسلبيه بصراحه. طب تيجوا نشوف